السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. طبعا في كل حتة شيء أساسي على الفطار في رمضان عند معظم الناس الشوربة والسمبوسة. في سفرة في رمضان ما بتخلاش من الشوربة والسمبوسة. أنا بالنسبة لي عادي، ما بتفرقش معايا في ما في ما فيش خلاص، بس هي أساسي في السعودية، في ناس كتير هنا في مصر كده أساسي عندهم. طيب أنا دلوقتي بقى هعصج لحمة وأقول لكم إزاي بنعمل السمبوسك عندنا في المطعم. أنا بصراحة أنا هعمل وهبط على المطعم، أنا مش هقدر أعمل، أنا بمشي يعني هوريكم بس، وهنشوف هنعمل ايه الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني ونشوف هنعمل ايه تالت ان شاء الله. كل سنة طيبين يا جماعه. نقول بسم الله، حط كمان حبه سمنه بلدي حلوين كده اهو. حط اللحمه الاول، قلبها شويه كده، احط لها البصل. طلعها من الصبح، وضعت الساعة 1 بالليل. يا حبيبتي بسم الله، اللحمة اتعصجت اهي، فلفل الوان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي مقطعة فلفل الوان، وعندي ده دقيق، وعندي دي مية بدقيق. هتقولي ده كله ايه؟ هتشوفوا دلوقتي. انا بحب دايما استعمل الجبنة دي او اي جبنة انتوا عايزينها براحتكم، نحط جبنة قريش، نحط جبنة قديمة براحتكم. دي بس مطرح الجبن، اهو جيب بس حتى عشان نقلب بيها. شفتوا اللحمة المفرومة احنا عصبناها ايه؟ بعد كده الجبنة كمان اهو، وادي العلبة التالتة عشان اعمل الكميات كلها مرة واحدة بتاعت المائدة، وكمان اعمل بتاعت عزومة كريم وصحابه. قلت اعمل كله مرة واحدة. في قرن فلفل كمان هقطعه، ممكن تحطوا فيها زيتون، ممكن تحطوا من غير فلفل خالص، بس الفلفل الصراحة بيكتر بيديها طعم حلو. ممكن تحطوا نعناع او بقدونس، بس انا ما عنديش بقدونس بصراحه. عندي حبه البركه هحط شويه، وعندي جبنه موزاريلا كمان هحطها. استعمل جبنه الموزاريلا دي اهي، حط الكيلو بحاله. وقلب بقى كله في بعض تقليبه حلوه كده. طبعا ما ينفعش احط عليها زيت، لا اجيب ايه بتاع الهرسه بتاعت الجبنه دي. دي هرسه بطاطس هتبقى احسن. وادي حبه البركه اهو، بس كفايه كده. ونخليه بقى عندهم حاجة تانية، أنا محتاجهم في حاجة تانية. أيوة كده، عشان كله يندمج مع بعضه ويسهل. الله عليا الله عليا. طب دي نحطها هنا، بتتخلع. ما لو حد هزبها وتعمل بقى. دي ميه بدقيق اهي، وده دقيق بس. هقول لكم بتاعتنا اللي بنعملها في المطعم بالظبط، وهحمرها قدامكم واوريها لكم. اي نوع سمبوسه انتوا بتحبوه، اي نوع. طبعا طلعها من الفريزر. دي العبودي اللي هي ده، لا مش دي، دي صنف تاني كان عندي برضو، بس انا مشترياها، دي كانت في الفلتر وطلعتها. العبودي حلوه جدا وسعرها حلو، ده ب 24 جنيه 25 جنيه بس يا صدفه، بس يا صدفه.
زي ورق العنب كده، بنرص كده شويه كتار كده جنب بعض، بص كده ايه 7 8 9 على حسب ايديكم. بصوا ورقه فيها ترقيه ازاي، بص حلوه قوي بصراحه. بصراحه حلوه ورقيقه وجميله وتطلع مقرمشه وجميله تحفه. حطينا كده، حطوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها، عايزين تحطوا اكتر حته، لما يكون الرخامه عندي فاضيه بملاها ورق كله، يا اما على السفره، بس السفره عندي عليها حاجات اهي. رصيت كده اهو، بصوا ناخد بقى الحشوه بسم الله اهو. حته كده ولا نكتر ولا نقلل، ناخد بالنا اهو، شايفين كده الحته قد ايه؟ دول انا هحشي بيهم 13 لفه، دول انا خدت 10 عملتهم باللحمه المفرومه وهحشي 13 التانيين جبنه اهو. صلى على النبي، ما شاء الله حلو جدا اهو، حلو قوي كده. نلفها بقى، بصوا كده، في ناس بتلفها كده 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 تبقى زي المثلثه، لكن السمبوسك بتتلف كده يعملها كده، تروحي جايباها كده مش عاملاها كده، وعايزاها كده تبقى كده، لو جبتها كده تبقى ايه اللي هو المثلث المفتوح ده اهو، شايفين ايه اهي، شايفين، تروحي جايبه دي في الاخر كده. وتروح حطنا في الدقيق، انا عن نفسي ما بحط لها، ما بحطلهاش عجين يعني انا كده، بس لما في المطعم عندنا بقى يعملوها ويحطوها في الدقيق بتبقى احلى كده اهو. انا بروح مدخله الطرف ده، بروح مدخله جوه هنا كده من جوه، لكن مش خاطر ان احنا بنليسه، عشان خاطر الدقيق الزياده كده ولا حاجه اهي، الحاجات بيبلوا كده من بره، نروح مطوحينها في الدقيق كده اهو، نمرمغها في الدقيق كده اهو، وناخدها نرصها في البوق. طب ليه صدفه فايده الدقيق، فايده ايه لما اقليها دلوقتي هوريها لكم، ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده. اكمل بقى دول كلهم كده بسرعه، راح اقعد بره اكمل عشان يبقى احنا خلاص كلها كام يوم على رمضان، كل سنه طيبين، نكون ايه عندنا وقت للمائده ووقت للبيت ووقت نصلي وكده يعني، كده كده ما بتفرجش على رمضان اصلا، المسلسلات في رمضان خالص، بتاعش التلفزيون ده نهائي في رمضان خالص، كلم لو بيتابع حاجه ولا حاجه بيتابعها عنده على التليفون وخلاص، او في الريسيفر، احنا جايبين الريسيفر ونتفرج عليه على كل كل اللي على شاهد وعلى واتش عندنا على الريسيفر ده اهو. خلص بقى ده كله كده، زي ما اوريكم نروح دهننها كده ولفنا. حبايبنا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا عملت حبه على قدي، وبيني وبينكم انا مش قادره اعمل حاجه، انا عندي حاجات تانية هعملها، انا وريتكم بس اهم حاجه اهي، بصوا، وهنا هحط زيت عشان خاطر اعزكم كام واحده. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هحطهم في الثلاجه وبكره نروح على المطعم اخدهم معايا هناك، لاني بصوا عندي لف، لا جلاش كتيره، بصوا قد ايه سمبوسك كتيره، بصوا قد ايه، بصوا ما شاء الله كتير اهو، هحطهم في الثلاجه بكره اخدهم معايا المطعم ان شاء الله. بصوا بقى هنا بتاع اللحمه اهو اتلف كله، دول بتوع اللحمه اتعملوا زي ما عملتهم بالظبط، واقول لكم تعصيجه اللحمه وكل حاجه اهو، خدتها هناك عملناها وجبتها لسه، عارف جابها لي من شويه وهو جاي اهي، بتاعت اللحمه كلها اهي، بس انا اسلت لكم واحده كده منها حمرها مع الجبنه، بصوا هتشوفوا فيها قد ايه برضه اهي، عايزين نسلت واحده قبل كده متدبسينها كده ليه، وحطينا جوه اكياس وغطيهم بكيس اهو، بصوا دي اهو عليها، تعالى نقليها الاثنين كده اهو، نقلي دول اهو عشان خاطر اللي عايز يدوب مع الجبنه. بسم الله، احنا بنحطها كلها كده في الدقيق اهي، ونروح منفضينها اهي، تقلي ليه بقى؟ اول حاجه عشان ما تلزقش في بعض،
تاني حاجه عشان تيجي تحمريها متاخدش لون، تبقى كده لونها فاتح كده وحلوه. انا بصراحه عشان بحبها بالجبنه. نعمل كم وحده كمان بالمره. بسم الله صلى على النبي. بصوا بقى اهي شايفين اللون بتاعها، ده سر المطاعم يا جماعه، اهي شايفين جمالها اهي. صلى على النبي، ايه زي الفل كده اهي. بصوا بقى حلوه ازاي ومنفوخه وزي الفل وما فتحتش معانا ومش واخده لون من بره محروق، لا لونها حلو من بره اهو وجميله وزي الفل. بالصلاة على النبي اهو دقيقتين بالظبط ونطلعها. اهم حاجه السمبوسك يا جماعه ما تنساش على الزيت بيغلي. ايه بصوا في الدقيق من بره من جوه. هاتوا الصوف الطبق بقى وتحطوا ايه، تغلفوها في كيس يا اما تحطوها في شنطه براحتكم. تتحمر بس هنا النحل ايه حاجه بسيط ونطلعها. مفيش جبنه خرجت منها اهي زي الفل. انتوا طبعا هتبقوا منفضينها كويس من الدقيق فمش هتنزل معاكم دقيق في القعر كده. بس عشان خاطر الدقيق لسه ما دخلش تفريز هي سمبوسك بالجبنه اوعى تتلسع. بس ابعدي بس منها عشان ايه اهي. هتعملي تقلب ايدك ولا خلاص؟ لا خلاص انا هتعملي واحده بس. انا شلت خلاص، شلت كله خلاص، شلت كله في التلاجه. هناخده معانا مطعم نعملهم في المطعم بكره. نخلص الحفله نروح المطعم، حفله عيد الام بكره عندها في المدرسه. عيد الأم تغني لهم الأغنية بتاعت عيد الأم؟ إيه؟ تغني لهم الأغنية؟ إيه؟ أغنيهم تغنيها لهم؟ طب صوتها بتتكسف. كفتة كفتة بدي كفتة. بصوا بقى يا جماعة بنحبها بالجبنة، ما بنحبش السمبوسك باللحمة، أنا ما بحبش باللحمة. سخنة نار. عايزة اقول لكم الحشوة من جوه بصوا، اقسم بالله لو كانت لا كنت هتحط جوزك فيه. ما تقلقش والدقيق اهو وتحتش سخنة نار. بس عايزة اقول لكم رائعة مقرمشة وحلوة قوي. ماشي هقفل واضربك. غلوها يا جماعه بالطريقه دي بجد حلوه حلوه حلوه. هاخد شويه، خدي واحده بقى كدسه بقى كدسه. خدوا نو مش ستوب تعالي شوفوا بقى كدسه. مجنونه. This meat. cheese. يلا لكم بقى عشان بنتي. باي باي. بصوا بصوا جمالها حلوة قوي. دي باللحمة المفرومة اهي. لازم تجربوها.